سميتك سيدي؟ ربيع القدر. اش كدير في خدمتك في ساعه القدر؟ انا مؤدين. مؤدين في المسجد؟ نعم، مسجد الحوض. نعم سيدي، فين جاب مسجد الحوض؟ في الدائره داك داك العماله في قيم صالح والدائره سيدي عيسى ودوار الحوض. نعم، واخا انت من في قيم صالح وكتسكن في ذاك المسجد، كيف تجي شنو العلاقه عندك مع الاسر؟ فاس جيت عند الناس هادو الاصدقاء ديالي كانوا عندنا وهما اللي رشدوني لهذا الاسمو، لان تما البيبان كاع تسدوا في وجهي، اللي مشيت لعندو تيسد الباب في وجهي الله ينصر سيدنا. واخا سيدي شنو المشكل عندك ساعة القدر؟ المشكل ديالي انا محبسيني من الاذان، واحد ربعه د الناس، اللي محبسيني من الاذان. ربعه الناس دوار تما. نعم، واخا انت مؤذن على حسب وزاره الاوقاف. وزاره الاوقاف رانا براقي السيد. وكيفاش وقع المشكل تاعك؟ لا عاكا كان ملي كنا تنودنوا في سبيل الله قبل المبلغ اللي عطانا سيدنا الله ينصرو، عطانا 10 تعطينا 10,000 والناس كاين المؤدنين اللي تيقبطوا 30,000 ريال، حنا 10,000 ريال هي اللي خرجوا لنا. ملي سمعوا ال 10,000 ناضوا لي موين الدوار هذوك الربعه. نعم، يعني انت كنت في الاول متطوع. متطوع في في سبيل الله. نعم، انا الجامع بيني وبينه 10 متر. نعم، يعني من بعد ملي الملك جلالة الملك خرج لكم واحد المبلغ ديال 500 درهم لكافة المؤدينين، كتقول انت بلي هاد الناس اعترضوا عليك. نعم. نعم، وشنو التهمة اللي كيقولوا لك اعترضوا عليك؟ انا ما عندي حتى تهمة، هما تيقول لي سيدي تيخسر في المسجد تيدير اسمه، وانا الإمام ديال المسجد راه باقي الآن هو اللي شاهد على كل شيء. النداء تنتبرع انا النداء ديال هاد الناس اللي تعارضوا ليا. انا تنوجه النداء الله ينصر سيدنا كيف الخلصه ديالي ديال الاذان ورجع للمسجد نودن في سبيل الله، هذا هو النداء ديالي. وتنطلب الله من صاحب الجلاله الله ينصرو، هو اللي عطانا هذا المبلغ ودار الله ينصرو، الله يزيد في عمر سيدنا، الله ينورو، الله يحفظ الاسره العلويه.